السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتي، بالنسبة للناس اللي كيخدموا من الصباح حتى العشية وهما واقفين، كننصحكم بهذا الصباط هذا. والميزة ديال هذا الصباط هذا باش كيتميز هي السميلة ديالو، اللي فيه سميلة ميديكال، سميلة رطبة، وكينصحوا بها الأطباء بالنسبة للناس اللي كيوقفوا بزاف. وريهم السميلة الشيخ محا، هذه هي السميلة كنصحكم بها.